من البصرة شجرتين تتسبب بمحاكمة امرأة سبعينية. ومن التحقيق تم إحالتها إلى الجناح وهي الآن بانتظار المحاكمة، وكلها بسبب هذه الشجرتين، موت شجرتين السدى. أم وابنتها يستأجرون بيت يعني بسيط على قد حالهم، مو بمستوى الطموح، ولكن بسبب يعني وضعهم المادي، ويعني هاي قناعتهم أنه هذا البيت اللي قدرون يسكنوه. تم اتهامهم من قبل مؤجر البيت بالإضرار بشجرتين، اتهمة الأم ذات 70 عام بجنحة إضافة إلى حكم الإخلاء. راح نتأكد من هذه القصة أيضا بوجود ضيف، وكذلك نشاهد القصة كما روتها ابنة هذه السيدة. خلونا نشوف. في أقصى جنوب البصرة، عائلة من الكرد الفيليين مكونة من البنت البالغة ووالدتها ذو 70 عاما يتعرضن لخطر المحاكمة والغرامات المالية بسبب خلاف مع مالك المنزل الذي يطالبهن بالخروج منه. فادعى الخبير الزراعي بتقريره يعني بوجود شجرتي سدر ميتتين بحديقة الدار، وتضرر شجرتين النخيل، وعلى اثرها قام صاحب الدار، طبعا مثل ما تلاحظون حضراتكم هذه شجره السدر هي الواقعه يعني الموجوده خلفي غير متضرره، وطبعا اكو بس شجره السدر واحده بالحديقه، ماكو شجرتين، واكو شجرتين نخيل برحي احنا راعينها على اكمل وجه. على اثر هذه دعوه الكشف المستعجل اللي اقيمت، طبعا طعنا بتقرير الخبير الزراعي وطلبنا انتخاب 3 خبراء اخرين، لكن المحكمه رفضت طلبنا واغلقت باب المرافعه في وجهنا، وبعدها اقام صاحب الدار دعوه تخليه اتهمنا بها بأنه احنا احدثنا الأضرار بالأشجار والمزروعات اللي موجودة بهذه الحديقة. قرارات المحكمة كانت مستندة على تقارير خاطئة بسبب الخبير الزراعي الذي أفاد بأن نخيل الحديقة وأشجاره تعرضت للتلف على يد البنت والأم. يعني راح يتم إخلاءنا من الدار عنوة بسبب هذا الادعاء الباطل للخبير الزراعي. طبعا صاحب البيت قام بإحضار شهود زور ادعوا انه احنا مانعيهم رعاية المزروعات، وادعوا انه احنا مسببين بالاضرار بهاي الاشجار وموتين شجرتين سدر، وايضا الخبير الزراعي. طبعا تم احالة والدتي الى التحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء، وهي امرأة تبلغ 70 من العمر، ومن التحقيق تم احالتها الى الجناح وهي الان بانتظار المحاكمة، وكلها بسبب هذه الشجرتين، موت شجرتين السدر. البنت تناشد الخيري لانقاذها ووالدتها من الظلم الذي لحق بهن، واضعة مأساتها امام انظار السلطتين التنفيذية والقضائية. فاللي نرجوه اليوم انا اناشد السيد دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى انه ينظرون ان احنا قضيتنا صارت مثل قضية الشخص اللي تم اتهامه بقتل زوجته في بابل، يعني اليوم احنا متهمين مضررين هاي الاشجار ومضررين هذا البيت اللي راح تدخلون وتشوفونه، وهي الاشجار كلها سليمة والبيت كله سليم. فاللي نرجوه يعني من حضرتكم قدر الامكان انه يرفعون هاي المظلومية عنا المسؤولين، ويعيدون التحقيق ويوقفون امر التنفيذ التخلي عنه، وبنفس الوقت اطالب يعني باحاله صاحب الدار ومحامي وشهود الزور وخبير القضائي الى القضاء.